رحم الله فقيدنا الغالي. لا زلت أتواصل معكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت، ومع هذه الوقفة الحوارية الأولى في هذه الحلقة والتي يسرنا أن يكون معنا من خلال الأستاذة ألطاف العفيصان أخصائية تغذية علاجية، راح تحدثنا وتكلمنا عن الألياف الغذائية وفوائدها للجسم. حياك الله معنا أستاذة ألطاف، وشكرا على قبول هذه الدعوة في هذا البرنامج. الله يحييك، حياك ولو. مرحبا أخت ألطاف، طبعا حابين نعرف أكثر عن الألياف الغذائية وفائدتها للجسم، ولكن بعد هذا التقرير. الألياف الغذائية الموجودة بشكل رئيسي في الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات بقدرتها على منع الإمساك وتخفيفه، ولكن قد توفر الأطعمة الغنية بالألياف فوائد صحية أخرى أيضا، مثل المساعدة في الحفاظ على وزن صحي للجسم وخفض خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب أو بعض أنواع السرطان. نجدد لكم تحية من خلال هذا البرنامج، برنامج مساء الخير كويت، ورحب طبعا بضيفتنا ألطاف العفيصان أخصائية تغذية علاجية. حياك الله مرة ثانية في هذا البرنامج. الله يحييك. وموضوعنا اليوم الألياف الغذائية، ولكن ودنا في البداية يعني ناخذ فكرة عنها. اوكي، الألياف هي تعتبر شيء موجود بالبروتين، بالنباتات بس، مو موجودة بأي مصدر ثاني، وتكون المصدر كربوهيدرات هي بالأساس، وموجودة بالنباتات بس. بس شنو هي؟ فيها شيء يعني نقدر نقول غريب، ان الجسم ما يهضمها ولا يمتصها، بس ان شنو هي؟ تدخل الجسم وتطلع، لكن تحسن من حركة الجهاز الهضمي بالجسم. هي ما يمتصها الجسم، اوكي، يعني ما تنهضم بالجسم ولا يساعد انها يمتصها، لكن ان تعدل تقريبا 3/4 العمليه الهضميه بالجسم. 3/4 تقريبا. اي، وفي نوعين منها. يعني احنا لما نعرفها كاختصاصيين نقول عندنا الياف مذابه بالماء والياف غير مذابه بالماء. يعني شنو فكرتها؟ ان المذابه بالماء لما تكون تدخل الجسم وتبدا تتعامل مع الجسم، فتصير كأنها ماده هلاميه او ماده جل بالجسم، اوكي، وهذا اللي اكثرها ان لما تساعدنا ان تقلل الكوليسترول بالجسم وتساعد على مستوى السكر بالجسم. اشهرها، والحين بما ان احنا موسم الشتاء، العدس اشهر الاشياء اللي كذي. بالمقابل عندنا الياف غير مذابه بالماء، هذا اللي غير مذابه بالماء وتكون بالجسم مثل الكتله او مثل يعني شيء صلب او شيء ثابت بالجسم، هذا شيء تعزز حركه الامعاء او الجهاز الهضمي. فانها بالنهايه شنو تساعد عليه؟ تساعد ان عمليات الخروج تكون ممتازه، يعني لا تكون عندنا لا مشاكل بالامساك ولا مشاكل بالسحب، اوكي. وشيء المعروف عليها فيها وايد القمح اساسها، يعني هذا اللي نقدر نقول الاساس فيها. اختي ألطاف، طبعا الحين الكل مهتم في الدايت واتباع نظام غذائي صحي، صح؟ هل صحيح ان الالياف الغذائيه تساعد في خفض الوزن؟ اي، شلون؟ أنا أقول لك، لأن الألياف عندنا تحسن من مستوى السكر بالدم، أوكي، وتحسن من امتصاص الكوليسترول بالدم. عندنا هذا شغلتين هي تلعب فيها الألياف. فبالمقابل وهي بنفس الوقت هي شنو فكرتها؟ أن تظل بالمعدة فترة أطول، فلما تظل بالمعدة فترة أطول فإحنا نحس بشبع فترة أطول، اوكي، وتحسن من حركه الامعاء. فلما انا شبعانه فتره اطول، والحمد لله السكر عندي انتظام والكوليسترول عندي انتظام، فانا راح ينزل وزني. وبالمقابل احنا شنو قلنا؟ هي نباتات، اوكي، فسعراتها الحراريه قليله وتساعد لي بالسكر وتساعدني بالكوليسترول وتحسس من حركه الامعاء، فانا بالنهايه راح ينزل وزني وتحسس بالشبع بعد. اي، لانها تظل فتره طويله بالمعده. نعم. استاذ ألطاف، يعني افهم من كلامك ان الالياف توجد، يعني ذكرتي العدس والقمح، هل توجد في اماكن ثانيه؟ اي طبعا. مثل شنو؟ اي، احنا وايد هي معظم البقوليات والخضار والفاكهه موجود فيها الياف، معظمها
يعني ما نقدر نقول هذه الفاكهة لا والله ما فيها ألياف، لا بالعكس كل الألياف، كل الخضروات وكل الفاكهة وكل البقوليات فيهم ألياف، لكن تختلف من نسبة لنسبة. لكن مثل ما قلنا احنا أشهرهم القمح، العدس، الشوفان، الحبوب الكاملة، هذه الأشياء نقدر نقول الأساس أو القوة فيها والبقوليات. هل في فترة معينة يوصى أن الواحد يأكل فيها الألياف هذه؟ يعني مثلا هل يفضل أنها تكون فترة الصبح أو نص اليوم أو بالليل؟ وشنو الكمية الموصى بها؟ هي الكمية احنا نحسبها أنها لازم تكون 25% من DFT. DFT شنو؟ يعني Daily Value البرسنتج، يعني احنا القيمة الغذائية اليومية أو المجموع القيمة الغذائية اليومية لازم تكون فيها ألياف، يعني اجماعنا اليومي. وهل تختلف من شخص لشخص؟ لا ما تختلف، رينجها ثابت اللي هو 25. انا لما اكل شيء طازج او شيء كذي فهذا انا ادري انه عالي الالياف، لكن الحركه شنو او الهنت وين بالموضوع؟ انا لما اروح اشتري اي منتج غذائي نقرا يعني مكتوب عليه الكل 2000 سعره حراريه في كذي. صحيح. اي نعم. فلما انا اشوف مثلا مكتوب فيه 6 جرام الياف لكن بالمقابل مكتوب النسبه المئويه مكتوب مثلا 10%، فانا هذا شيء عندي معناته انه ما يعتبر عالي بالالياف، صدق 6 جرام بس 10% من المنتج كله فمعناته ولا شيء. يعني. بالضبط. لكن لما اشوفها انا بمستوى 25 20 كذي النسبه المئويه معناته هذا صدق المنتج عالي بالالياف. نعم. احنا دائما لما نشوف انه والله انه اسمر او شغله كذي انه يلا زين، بس صح. لما نقرا الفود ليبل لا يطلع لا شيء ثاني. بالضبط. طيب هذه فرصة الآن في هذا البرنامج، واليوم يعني قاعد نتكلم عن هذا الموضوع وبدأت زميلتي في موضوع الفقدان الوزن وغيره، والآن الكل يبحث عن الوزن المثالي. بالضبط. هل ممكن يصير رجيم فقط على الألياف؟ لا ما ننصح. احنا لما نقول رجيم صحي أو نظام حياة صحية معناته احنا نبي كل المجاميع الغذائية تكون موجودة ياخذها الانسان، لان جسمي يحتاج الياف، يحتاج بروتينات، يحتاج كربوهيدرات، يحتاج دهون، ما نقدر نمنع الجسم بدون اي سبب. انا دائما اقول النعمه الله حللها علينا كلها، انا ما اقدر امنعك من شيء بدون سبب. صح. اللهم اللي ما حرم الله يعني فهمني، فما اقدر اقول لك والله لا تاخذ دهون وايد على سبيل المثال. زين انا اوكي ما تاخذ دهون وايد بس مو معناته ان ما تاخذ دهون، فهذا الفكره اللي احنا نوصلها. تفضلتي وقلتي ان الالياف مهمه جدا في النظام الغذائي. صح. للشخص، ولكن شلون احنا نزيد من محصول هذه الالياف في غذائنا اليومي؟ هني نبدا نلعب بعاداتنا الغذائيه شويه، يعني شنو نسوي؟ بدل ما اخذ عصير اكل فاكهه، او اخذ عصير 100% فريش، يعني ما انا عصره وقط الالياف فيه، لا احطها بالخلاط فتنضرب كلها فانا اقدر اشربها. اي يعني اذا قشرتها متقبله يعني هذا شيء. الشيء الثاني انا ابدا اني ادخلها بيومي كله، يعني بدل ما اخذ عيش العادي احاول اخذ عيش اسمر او اخذ معكرونه سمراء، خبز اسمر، هالاشياء ازيدها. ابدا اخذ الفاكهه والمكسرات، اسفل البقوليات او شيء كذي بالسناكات، يعني قبل فتره هايب وايد بالاكل الاسيوي وهو اللي يعرف مجتمعنا على الادمامي. الادمامي يعتبر وايد عالي البروتين، اقدر اخذ سناك، فانا اعتبرت سناك هذا الاسبه وجبه خفيفه، فانا يعتبر وجبه خفيفه يعتبر؟ هي يعتبر وجبه خفيفه. ايش وزن طمنتينا؟ اي فيعتبر انه عالي البروتين وفي الياف، فيعني انا خذيت يعني وجبه خفيفه ممتازه، ولا اخذ شيء ثاني اللي هو مثلا يكون عصير معلب وكاكاو. انزين انا احب الكاكاو يعني ما استغنى عنه، بدل ما اخذ كاكاو حاف اقدر اخذ كاكاو مغطى بالفراوله او اي فاكهه ثانيه، فانا اوكي خذيت الرغبه اللي انا ابيها، نفس الوقت اعطيت الجسم رغبته، فهي هنت نبدا ندخلها بحياتنا اليوميه لما نوصل للي احنا نبي. نعم. في اخر دراسات يعني العالميه ذكرت بان الكويت معدل السمنه مرتفع جدا فيها. صح. والان يعني ما شاء الله اللي يتابع الحالات في الكويت وتابع الجمهور والمستهلك الكل يبحث عن الوزن المثالي، يعني اللي يتابع الموضوع هذا يقول كل ان شاء الله يعني يبحث عن الصحه التامه والوزن المثالي. صح. ولكن دراسات اثبتت العكس، ان هناك ارتفاع كبير في معدلات السمنه، يعني تقارن مع دول عظمى امريكا المسيطره والكويت يعني معاها في هذا الجانب في ارتفاع السمنة. وانت شفتي هذه الدراسات. صح. شو المشكلة عندنا؟ هل النظام الغذائي مالنا سيء؟
ما نقدر نقول النظام الغذائي مالنا سيء، بس هو صار شنو عندنا انه يعني متعتنا او الوناسه اني انا اروح اكل برا او اني انا اغير، واحنا مجتمع كثرة المطاعم نوعا ما. شيء ثاني، احنا مجتمع هبات نحب يعني اذا جرب واحد شخص تحس الكويت كلها احنا هالفتره مجربين هالشيء، ودائما خياراتنا يعني انا قلت لك الجو حلو نطلع برا نتعشى، الجو حلو ان نساعد ان نسوي ما في موازنة للموضوع هذا. ما في موازنة، ما أقدر أقول إيه ولا لا، بس هي يعني تلعب دور. شيء ثاني، إحنا ما النظام الغذائي أو الصحة أو الوزن المثالي يعني ما يحتاج نطبقه بيوم وليلة. يعني إحنا يحتاج فترة طويلة عشان تشوف النتيجة. شيء النكتة المتعارف عليها، الرجيم يبدأ يوم الأحد بس. أول الرجيم الأسبوع الجاي دائما بداية الأسبوع الجاي زين أوكي الريوق بس زين الغداء لا بس خلاص ردينا على طبيعتنا. إحنا لو نرد على طبيعتنا وأكلنا الأساسي ويعني نقدر نقول اللي عاش عليه أهالينا وايد أهون من اللي إحنا قاعدين نسويه. الله يعطيك الصحة والعافية، الله إن شاء الله توصل هذه الرسالة للأستاذة ألطاف للجميع، بارك الله فيك، وإن شاء الله حلقات أخرى نتكلم عن أمور ثانية بالتفصيل الخاص في مثل هذه الأمور اللي يحتاجها فعلا المجتمع من خلال عملية التثقيف والتوعية. فاصل ونواصل من خلال برنامج مساء الخير يا كويت.